استنى البس هدومي واجي معاك، عايز اشم هوا. تيجي معايا فين؟ هو ده احنا قناطر؟ قناطر ايه؟ طب انا هخرج. هتخرج تروحي فين؟ اتسنكح، اروح في اي حته. هو اي ساعه وخلاص؟ اه. انت عايز تقعدني هنا ليه؟ عايز اتسي 24 ساعه. بقول لك ايه؟ ها؟ جيب لي حشيش وانت جاي، انا ما عنديش غير سيجارتين. يا مفضوحه يا مفضوحه. خد هنا. الله. هاي. ازيك يا اخويا؟ اهلا. مبروك. يبارك في عمرك ربنا. ايه ده، هو انت بتحب الجري؟ يعني لسه رايح الجيم اهو. الله اكبر، اللهم صل على النبي. فرصه سعيده. انا اسعد يا اخوي. فتون. وانا نايم. اهلا وسهلا. اهلا. ويا ترى انت بقى عايش لوحدك؟ لا، انا والدي. اه. طب اسيبك بقى للجيم. بالسلامه يا اخوي. اتفضلي. سلام عليكم. انت يا واد يا نايل. نعم. انت لسه راجع من الجيم؟ لسه حالا. طب عندك ابره وفتله؟ لا ما افتكرش. استنى انا جايالك. يلا يا اخويا تعالى ندور على الابره والفتل. على فين؟ طب بابا فوق، مش هينفع. ما تقوليش لا بابا ولا ماما. لا اقول لك، بس انا مش عايش لوحدي، انت عارفه. يلا يا اخويا يلا، عشان الفضايح والناس. فعليا مش هينفع. هنتسحب يا اخويا، ما تخافش، خش بقى عشان الفضايح. اقفل الباب. يلا. اركب الحنطور واتحنطر درجن درجن. اركب الحنطور واتحنطر بس اقعد قدام واشد اللجام. واتحنطر درجن درجن اتحنطر. يا اخويا جيت، خليك في حالك وانا في حالي. انا واحده بتتحنطر درجن درجن اتحنطر. الله، حلو قوي الشمع، جامد. النبي يا بنتي يا فتون، ده انت قمر. مزه. اركب الحنطور واتحنطر. بكم يا واد؟ 45. 45؟ كتير قوي 45. انا كنت بجيب بخمسة جنيه. خد يا واد 45 وخمسة عشان. متشكرين. يلا زكا. ازيك؟ اهلا. هو انت لوحدك؟ خليك في حالك يعني. ايه، هو انت نسيت اللي حصل بينا ولا ايه؟ اه نسيت. وبعدين اتلم وخليك محترم يا اخوي، انا ست متجوزه، ولو ما اتلمتش بقيت مؤدب، عليا النعمه انا اخلي جوزي يذبحك على مكبتكم. جوزك ده جنان بقى. طب ده احنا كنا حتى يعني ما كناش. وتلم يا اخويا، بدل ما اخلي ليلتك دي اسود ليله في حياتك. يا فتون، زعلان مع مين؟ ده الواد بتاع السوبر ماركو، اصله منيل ب60 نيله. لو عارف جايب ايه ولا بينيل ايه. احنا هنروح لعلي امتى؟ علي مين؟ علي جوزك؟ لا، علي لوز. انت حصل لك فقدان ذاكره؟ نبي اقول لي انت اللي حصل لك فقدان ذاكره. انت مالك بتحور معايا كده ليه؟ يا ولي الله، مش قبل ما علي يخش السجن كنت قاعده معاه في الشقه، والشقه خلاص راحت، صح ولا لا؟ ما
هتنطقي صح ولا لا؟ صح. وقبلها مش كان قاعد معايا في شقة أم الله يرحمها؟ يو صح. أنا مش فاهمة حاجة. علي تاه وسط مخاليق ربنا زي ما أنا وأنتي تهنا بس كده. إيه ده؟ خد يا ولية نقول لنا كوبايتين شاي ولا أي حاجة. خدامة أهلك أنا. شوف الولية لسانك متبر مني يا ولية. يعني ليه كوباية شاي يا ولية؟ أنا كده فهمت. أنت كلمتيه وهو قطع تذكرة وجاي من غير ما يبلغني. جاي تفتش عليا يا سيادتك. والله أبدا يا بابا. أنا لما عرفت من عمتي إنك تعبان وعملت قسطرة كان لازم أجي أطمن عليك. وبعدين أنا كلمتك وأنا في المطار وتليفونك كان أوت أوف ريتش. أيوه أنا اللي قلت له وقلت لسامح كمان. عمته أنا قلت لك إيه؟ بابا أنا ما جيتش عشان كده. قالتك إنها جات لي المستشفى وأنا في حالة صعبة. وقعدت تزعق وعملت فضيحة وتقول كلام سخيف. قلتي له كده؟ يا مراد أنا كنت مرعوبة عليك، ما قدرتش أمسك نفسي لما شفتك تعبان كده. أنا جيت هاني من بره لقيته في المستشفى وعنده زحمة وعرفت إن الهبابة اللي اسمها داليا دي عايشة معاه. فهمني أنت طبعًا. أنا قلت لك وإحنا في الطريق إن ده عادي. عادي إيه أنت وهي؟ يا ابني مفيش بيني وبين داليا أي حاجة خالص. وحتى لو في حضرتك حر. لا بقى مش حر. يا ابني افهم، ما تبقاش زي عمتك. داليا دي ليها ظروف خاصة خلتها تيجي تعيش عندي. يعني الموضوع أو ملعبك حبتين. أنت بتكذب يا مراد. لا احترمي نفسك. أنا مش هسمح لك بأي تجاوز، أنا أخوك الكبير. ما تخلينيش أتصرف معاكي تصرف يبوظ علاقتنا للأبد، مفهوم؟ هي باظت من يوم ما رجعت مراهق تاني. لا احترمت اسمك ولا سنك ولا قلت الجرحي كلها. أنا ماشية فيري ناستي. خلي حد يوصلك. في 60 سلامة سيبها تمشي. يا عمته. سيبها تمشي. يا ليلى. يا ابني مفيش حاجة بيني وبين داليا من اللي في دماغها ده. أنت متأكد؟ أصل اللي أنا شفته بيقول غير كده. مجرمة وبورنوس. انت مش فاهم برضو اب، انت مش فاهم. بص اصل موضوع انا كنت مكسل اقوم اخد شاور حبيبي. اهم حاجة صحتك، اهم حاجة صحتك. اصلها جميلة قوي. يوه بص انا جاي مصر 24 ساعة عشان اطمن عليك وراجع. انت لحقت؟ ايه يا حبيبي، الولاد وطالعين برشلونة بكرة اسبوع. بس ما كانش ينفع اعرف ان انت تعبان وما اجيش اطمن عليك. الحمد لله على سلامتك حبيبي. يا فردوس اعملي حاجه اشربها. استمرار دي اسلام يا فندم. ازيك؟ عاملين ايه؟ ازيك؟ ازيك؟ عامل ايه؟ ما رضيش طبعا يسمع كلام الدكتور واصر انه يجي. كويس انك جبتيه. على فكره انت شكلك بقيت احسن شويه. سامع بيقول ايه؟ لا مش سامع. 3 ساعات وهتمشي زي ما اتفقنا. طيب ازيك يا سعد؟ طيب عاملين القهوه بقى؟ ماشي اشوف ايه ناقص ورقه عشان امضي. تعالى يا مختار. تعالى. انا كنت عايز اكلمك على الكومباوند الجديد.